آيمي احكي مع هالفهيمة. تمام. غيوم؟ أي أمي؟ تعالي قعدي شوي، بدي أحكي معك. طمنيني جميل، منيح معك؟ أي أمي الحمد لله. أي منيح. أي وإمتى ناوية تجيبي لنا حفيد للعيلة؟ طمنيني صار شي معك؟ اللي كيف الجواز معك؟ منيحة. شو يعني؟ لك ماشي حالة. بتناموا بنفس الغرفة؟ ايه طبعا، غيوم كتير بتدللني، بتهتم بأكلي وبشربي وبتيابي. من يوم ما تجوزت أنا وغيوم بطل بابا يضربني. عن جد عم تحكي؟ أبوك ما عاد ضربك يعني؟ مثل ما عم قلك، والله العظيم هيك. طلع علي لشوف، عن جد والله نيالك. ايه والله أنا من الصبح بابا شدني من إدني، والله حسيت رح تطلع من مكانها. شوف أنا أمي كيف تقرصني، بحس روحي رح تطلع. والله أنا ما عاد حدا قرب علي بنوب من يوم العرس، لو بعرف كنت تزوجت من زمان. عن جد طلعت الجوازة بتريح، الجوازة بتخليك لطيف. رح حاكي بابا اليوم، بلكي بيخليني أتزوج كمان. وأنا كمان بدي أتزوج. ليش مفكرين الجوازة سهلة؟ انتو ما خرجكم للجواز. وليش؟ شو ناقصنا يعني؟ لك ما بيصير، لما اهلي كانوا يحاولوا يجوزوني عمي قال اني ما بنفع كون زوج. عرفتوا علي هلا؟ خلص انا اليوم بدي احكي مع امي. وشو رح بتقله؟ رح قلها امي انا خلص قررت، يا اما بتزوجوني هلا يا رح اطفش من البيت. وليش ساكتة احكي؟ شو لسانك أكلوا القط؟ عم بسألك ما عم تسمعيني يعني؟ بدي حفيد، امتى رح تخلفي لنا هالولد؟ شو مسامعتيني؟ أمي أنا نحن جبناكي كرمال تخلفي لنا حفيد من جميل. الله يصبرني عليكي، الحمد لله نحن قبلنا زلمة. ويا ويلك تطولي لسانك بشي كلمة، وإلا بشحتك من شعرك وبرجعك وبحطك قدام بيت أبوكي، عم تفهمي؟ يا ربي دخيلك. سمعت الصوت يلي طلع من شوي؟ صوت شو؟ معقول أنا جنيت؟ في شاي؟ يا خيرية جيبي شاي. ما تواخذينا لسه ما باركنا. أختي شو هالحكي؟ بعدين ليش أنتو غرب يعني؟ تسلمي، بس الواجب واجب. تفضل. يسلموا. تفضل يسلموا يا عروس. تفضل بابا. يسلموا يا بنتي. وينو جوزك؟ جوا بغرفته. وشو عم يساوي بغرفته؟ قاعد عم يلعب. معقول شو هالحكي؟ أبوه عطاه شغل مشان يصلحها، هي بس عم تمزح. روحي ناديله. أنا رح ناديله. قومي تعالي معي. بالإذن. وكيف الشغل؟ ليكي وليه؟ كيف بتحكي عن ابني بهي الطريقة؟ والله لسانك بقصه من محله، عم تفهمي؟ ليش أنا شو حكيت؟ في وحدة فهمانة ومربهية بتقول إنه جوزها عم بيلعب، أنت وحدة ما بتستحي؟ أمي خرسي خرسي واسترجي مرة تانية تحكي كلمة على ابني قدام العالم، والله بنتفك. ها أمي
غيوم؟ وين باقي الجوزات هدول ناقصين؟ إذا بشوفك عم تلعب مرة تانية والله لأكسر لك هاي الجوزات على رأسك. ولا لا ما فيكي. وليش ما فيني؟ لأني تجوزت وهلأ صرت رجال. قلت لي صرت رجال ما؟ الله يحميلي هالرجال. لكن طالما صرت رجال روح ربيلي هالخانم مرتك وعلمها تسمع الكلمة. غيوم فوتي لجوا بدنا ننام. ايه طبعا حقك، يلا روح نام. تحركي يا خانم، جوزك عم ينادي لك شبك. يلا خليه رضيان عليكي، مفهوم؟ با ايه لك خوفتني شبك. شبكي ليش خفتي؟ شوفي ولا شي، خلص انسي. شوفي يلا حكيلي. لأنه دبلت. شو قصدك الوردة؟ عادي طبعا رح تدبل. بس ما كان بدي اياها تدبل، كتير كانت حلوة. ايه أنا جبتلك ياها، بس ليكي كيف دبلت. يعني كنت جايبة مشاني؟ عن جد لإلي؟ يسلموا، كتير حلوة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.